في إطار التعاون الصحي بين البلاد، منظمة الصحة العالمية قدمت منظمة الصحة العالمية كميات من الأدوية والمعدات الصحية للمستشفى الأمريكي بحي شقوة، وذلك بحضور وزيرة الصحة العامة غربتنا كرميل سكاد وعدد من العاملين في الحقل الصحي. تقرير الزميلة سورية محمد برمى. احتفل المستشفى الأمريكي بحي شقوة بمناسبة تسليم معدات وأدوية طبية من قبل المنظمة العالمية للصحة أوميس، التي ما فتأت تقدم مساعداتها العديدة للدولة منذ أمد بعيد في إطار التعاون الصحي بين الكياد والمنظمة. تقدر قيمة ما سبق ذكره بخمسين مليون فرنك سيفا، منها عشرون مليون لأدوية مكافحة الكوليرا وثلاثون مليون لمستشفى الولادة. ممثل المنظمة العالمية للصحة جان بوسكو ويغو أوكوبيو أشار إلى أول إصابة لداء الكوليرا بإقليم دارسيلا وسلامات منذ 14 أغسطس 2017، والتي وجدت العناية الصحية من قبل المنظمة العالمية للصحة أوميس. أما وزيرة الصحة العامة أنغارباتينا كارميل سوكات في كلمتها قدمت شكرها الحار لأوميس لدعمها المادي والمعنوي لوزارة الصحة، أملا في مكافحة الأمراض الفتاكة التي أودت بحياة العديد من الأصحاء. وفي نهاية المطاف تمت عملية تسليم المعدات الطبية من قبل ممثل المنظمة العالمية للصحة أوميس للسيدة وزيرة الصحة العامة أنغارباتينا كارميل سوكات. اجتمع يوم أمس أعضاء المجلس العالى للتنسيق مع الصندوق العالمي من أجل مكافحة الأمراض الثلاث، السل، الرئة والملاريا، والأديسما رئيس بعثة الصندوق للتفاكر حول المشاريع المقدمة هذا العام، خاصة المتعلقة بالأمراض الثلاث. تقرير محمد صالح حسين وبقراءة عبد الله هارون برما. في إطار مكافحة أمراض السل والسيدة والملاريا، اجتمع أعضاء المجلس الوطني العالي للتنسيق مع الصندوق العالمي بحضور رئيس بعثة الصندوق العالمي لكيسيكوا جاني، وذلك للتفاكر حول مكافحة الأمراض الثلاثة وكيفية القضاء عليها. من جانبه رئيس المجلس الوطني نور الدفنو تحدث عن الصعوبات التي واجهتهم خلال العام الماضي وكيفية وضع استراتيجيات واعدة لعام 2018. وقد تداخل بعض الأعضاء خلال هذه الجلسة بالأسئلة والملاحظات التي قدمت لرئيس البيسة وتمت الإجابة عليها. وأضاف رئيس المجلس الوطني نور الدفنو بأنه في عام 2018 يتم مضاعفة حملات التوعية من تفادي الإصابة بمرض الملاريا وكيفية توزيع الناموسيات المعقمة في مختلف أقاليم البلاد وتوفير الأدوية للقضاء على أمراض السل والملاريا والسيدة في الأعوام القادمة، حتى تصبح تشاد خالية من هذه الأمراض التي غالبا ما تفتك بحياة المواطنين وخاصة في المناطق النائية.